قناة قراءات تقدم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، ظاهره وباطنه، أوله وآخره. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد على إتمام شهر رمضان، اللهم لك الحمد على إتمام شهر رمضان، اللهم لك الحمد على إتمام شهر رمضان، ولك الحمد على ختم القرآن يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
وسائقنا وأنيسنا وسميرنا وجليسنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وادفع عنا به النقم، واجعلنا فيه عند الجزاء من الصابرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند ختمه من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفظة القرآن العاملين به يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا عظيم، سبحانك يا كريم، سبحانك أنت المستحق لكل حمد وذكر، أنت الجدير بكل ثناء وشكر، أنت أهل لكل إجلال وتقديس. سبحانك أنت الخليق بكل طاعة وتمجيد، سبحانك أنت العظيم الذي عز شانك، والرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، والغفور الذي شمل الناس غفرانك. سبحانك أنت الكبير الذي تواضع كل شيء لعظمتك، وذل كل شيء لعزتك، وخضع كل ما في الكون لهيبتك. اللهم نسألك يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هبنا جميعا لسعة عفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما كان منا في الخلوات، اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم وتزيل النعم، اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. إلهنا إلهنا، نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ناصر المستضعفين، يا سامع أنات المضطهدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداك أعداء الدين. إلهنا إلهنا، من أرادنا وأراد بلادنا وأراد مقدسنا
مقدساتنا بسوء. اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في دورنا، آمنا في أبنائنا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا من أهلك عادا وثمود، يا من خسف بقارون، يا من أغرق فرعون، يا من لا يعجزه شيء، يا أقوى الأقوياء، نسألك يا عظيم يا جبار يا جبار يا جبار، عليك بمن ظلم المسلمين، بمن قتل المسلمين، بمن روع المسلمين. اللهم يا الله، قتلوا الشيوخ الركع والأطفال الرضع، اللهم عليك بهم، عليك بهم، عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين. اللهم يا الله، أسألك يا إلهنا، يا مولانا، يا غياثنا، يا رجاءنا، يا عبدنا، يا مولانا، اللهم إن لنا إخوة في الشام، اللهم إن لنا إخوة في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما، لا يعلم بحالهم إلا أنت، لا يعلم شكاتهم إلا أنت، لا يرفعون تضرعهم إلا إليك. اللهم كلهم خير معين وناصر، كلهم خير معين وناصر. اللهم انصر جندهم، ضمد جراحهم، صوب سهامهم، ضمد جراحهم، ارحم موتاهم، تقبل شهداءهم. اللهم اسمع أنين أطفالهم، اللهم اسمع أنين أطفالهم، اللهم اسمع شكايتهم، اللهم إنهم لا يردون إلا أنت، لا يرددون إلا قولك يا الله، لن نركع إلا لله، ما خاب من دعاك بيا الله، ولا رد من استجار بك يا الله. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، نصرك الذي وعدت عبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا شافي اشف كل مريض. اللهم من كان بين جمعنا مريضا، أو يشكو مرض أحد والديه أو أحد أقاربه، اللهم اشف كل مريض، اشف كل مريض، اشف كل مريض، عاف كل مبتلى، فك السحر عن المسحورين، والعين عن المعيونين، والحسد عن المحسودين، والمس عن الممسوسين يا رب العالمين. اللهم اجعلها ليلة شفاء، ليلة نقاء، ليلة شفاء من الأسقام يا رب العالمين. اللهم وارزق كل عقيم، اللهم يا غني أغني كل فقير، أغني كل فقير، يا قوي انصر المظلومين، يا متين فك أسر المأسورين، يا غني اقض الدين عن المدينين، اقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب العالمين،
اللهم يا حي يا قيوم يا سامع شكات وأنات المضطهدين، نسألك يا غفور يا غفور يا ودود يا ودود يا من تتابع إحسانه وترادف امتنانه، يا من في السماء سلطانه وفي الأرض ملكه، يا من في البحر عظمته وقدرته، نسألك يا الله عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، يا الله يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وخلق كل شيء ثم هدى، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إنهم مرتهنون تحت القبور، اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا رحيم يا ودود، ونسألك يا إلهنا يا غياثنا يا رجاءنا يا عضدنا، نسألك أن تخص بالمغفرة والرحمة والعفو آباءنا وأمهاتنا الميتين، اللهم خص آباءنا وأمهاتنا الميتين، إلهنا إلهنا لهم حقوق علينا، اللهم يا أرحم الراحمين في هذه الليلة المباركة أبلغهم صلاتنا وسلامنا، وبد لهم في قبورهم مد أبصارهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم كما ربونا صغارا، كما أكرمونا فأكرمهم، كما حنوا علينا فاحنن عليهم، كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم إلى الجنات يا رب الأرض والسماوات، اللهم وارحمنا إذا صرنا تحت القبور وودعنا الأهلون والبنون، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك، هيئ لنا من يدعو لنا من أبنائنا وذرياتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد فتياتنا ونسائنا، اللهم زينهن بالحشمة والحجاب والعفاف والستر، اجعلهن قانتات تائبات عابدات منيبات أوابات لربهن، قانتات في دينهن مجتهدات يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ها نحن عبادك وإماؤك أتينا إلى هذا البيت المبارك، يا حي يا قيوم يا من هو المعطي والمانع والقاضي والشافع، يا من الملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون، يا من له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، لا يزول ولا يفنى ولا يضل ولا ينسى، أحصى كل شيء عددا أحاط بكل شيء علما، نسألك يا مولانا يا إلهنا أتينا إلى بيتك نرجو نوالك ونطلب أعطياتك في آخر ليلة من رمضان، يا
يا رب أتيناك خاضعين وجئناك متوسلين نرفع أكف الضراعة إليك ونحن الفقراء أبناء الفقراء المساكين أبناء المساكين نسألك يا مولانا يا مولانا يا حي يا قيوم نسألك ونحن موقنون بالإجابة نسألك يا الله يا الله في آخر ليلة من رمضان لا تحرمنا العتق من النيران اللهم لك في كل ليلة من رمضان عتقاء ولك في آخر ليلة عتقاء من النار إلهنا إن كنت قد كتبت في سابق كتابك ألا نلقى رمضان آخر اللهم في هذه الليلة اللهم أعتق رقاب الله اللهم أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار اللهم يا من تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا خائبتين نسألك ملحين نسألك ملحين أعتق رقابنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع قراباتنا من النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى فحرمها على النار حرم أجسادنا ولحومنا وشحومنا وأبشارنا وآبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين اللهم وبشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام نسألك يا مولانا في ختام دعائنا هذا ونحن الضعفاء ونحن المساكين نسألك أن تكون لجمعنا هذا ولا يعجزك شيء يا قوي يا متين وأنت الكبير المتعال وأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت الرحمن نسألك أن تقول لجمعنا هذا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء اللهم لا يعجزك شيئا أن تقولها فقلها يا كريم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم يا حي يا قيوم لا تجعله آخر العهد برمضان اللهم أعدنا للصيام أعدنا للقيام أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة كي نسبحك كثيرا ونقوم بين يديك كثيرا وندعوك كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام يا حي يا قيوم يا من أتبعت آيات الصيام بالدعاء فقلت يا عظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا قريبا ممن دعا يا قريبا ممن دعا اللهم تقبل الصيام والقيام والركوع
والسجود وختمات القرآن والتضرع بين يديك وقبل دعاءنا وتضرعنا وسؤلنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على صفحاتنا التالية.